كتاب متطلبات الصف الثاني اعدادي من مدارسنا مدارس المنتزه الخاصه. اهلا ومرحبا بكم، ورجعنا تاني بفيديو جديد من فيديوهات الرياضيات. ان شاء الله النهارده هناخد جبر ومعاكم ميس سناء ندي. اخذنا في الفيديو اللي قبل ده تحليل المقدار الثلاثي على صوره س تربيع زائد ب س زائد د. النهارده بناخد تحليل المقدار الثلاثي على صوره ا س تربيع زائد ب س زائد د. ايه الفرق بين التحليل اللي فات والتحليل بتاع الحصه دي؟ الفرق ان اللي فات ده كان مقدار ثلاثي بسيط، ما بيبقاش فيه رقم قدام س تربيع. النهارده بناخد المقدار الثلاثي الغير بسيط، وهناخده بطريقه سهله جدا، بيبقى فيه رقم قدام س تربيع. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض. اول مثال، حلل كل من المقادير الاتيه: 2 س تربيع زائد 3 س زائد 1. بصوا عشان نحلل المقدار الغير بسيط ده هحوله من غير بسيط لبسيط الاول. ازاي؟ هاخد العامل اللي قدام س تربيع من 2 هوديها عند الواحد مضروبه، يعني كاني اقول له ايه، انا هشيل ده من هنا بس هوديه هنا. هتبقى س تربيع زائد 3 س تنزل زي ما هي، وهنا الاثنين قلنا هنضربها في الواحد يبقى ب 2. كده حولته من غير بسيط لايه؟ لبسيط. ابدا احلل قوسين، عايزه س تربيع دي اوزعها عباره عن س ضرب س. طب الاثنين عددين حاصل ضربهم 2 ومجموعهم 3، مفيش غير 2 في 1. الاثنين دي مفيش حاجه تديها لي غير 2 في ايه؟ في 1. 2 في 1 ب 2، و2 زائد 1 3. تتبقى معايا الاشارات دي موجب جميله قوي، الموجب بريحان القوسين متشابهين في الاشاره وهياخدوا اشاره الحد الاوسط موجب. هو كده التحليل خلص؟ لا، انا ما حللتش غير بسيط، انا حللت بسيط. طب هنكمل ازاي؟ زي ما ضربنا في 2 نرجع نقسم كل عامل طلع لي من كل قوس على 2. ازاي؟ هتبقى س زائد 2 على 2 تمام، وس زائد 1 هو كمان على ايه؟ على 2. 2 على 2 فيها الواحد يبقى س زائد 1. 1 على 2 ما تقبلش، تقومي اخده المقام ده حطاه جنب س هنا، هتبقى 2 س زائد 1. طب كده انت خلصتي؟ اه خلصت. عايزه اتاكد ان هو نفس المقدار الثلاثي. هضرب القوسين دول في بعض، س ب 2 س ب 2 س قوس 2، 1 في 1 في 1. طب نشوف الوسطين كده، 1 في 2 س ب 2 س، يبقى كده 2 س. طب والطرفين س في 1 و1 س، 2 س زائد 1 س يدوني 3 س، يبقى انا كده شغاله ايه؟ صح. طيب ناخد مثال تاني، اللي ما فهمش من اول مثال هيفهم من المثال التاني. بيقول لي 5 ع تربيع ناقص 7 ع زائد 2، زي ما اتفقنا هحول من غير بسيط لبسيط. ازاي؟ هشيل الرقم اللي قدام 5 اوديه في ايه؟ هضربه في الاثنين، بقت انا عايزه ع تربيع تقعد ايه؟ لوحدها. ناقص 7 ع زائد، احنا قلنا الخمسه هتروح عند الاثنين مضروبه، 5 في 2 بكام؟ ب 10. بقى مقدار ثلاثي بسيط، تمام، نحلله القوسين. ع تربيع عباره عن ع ضرب ع، عايزه عددين اضربهم يدوني 10 ويكون مجموعهم في نفس الوقت 7. ها سامعاكم بتقولوا لي ال 10 دي 10 في 1 و5 في 2، مين من المعاملات دي اللي مجموعها 7؟ طبعا 5 في 2، 5 زائد 2 7، و5 في 2 ب 10. يبقى العددين اللي حاصل ضربهم 10، 5 في 2 ومجموعهم 7. قلت لكم دايما الاشاره بتاعت الحد الاخير موجب مريحاني قوي. ليه؟ لان القوسين هيكونوا متشابهين وياخدوا اشاره الاوسط. يا ترى عمليه التحليل خلصت؟ لا طبعا، زي ما ضربت في 5 حد اقسم على 5، ع ناقص 5 على 5، وع ناقص 2 هي كمان على 5. 5 على 5 سامعاكم بتقولوا لي فيها الواحد، بقت ع ناقص 1. 2 على 5 ما تقبلش، نعمل ايه؟ ناخد المقام ونحطه جنب ع هنا، هتبقى 5 ع ناقص 2. طيب اتاكد يا ترى هما فعلا دول؟ اه ع في 5 ع في 5 ع قص 2، واحد سالب 1 في سالب 2 بموجب 2، الوسطين سالب 5 ع.
والطرفين سالب 2 ع سالب 5 وسالب 2 سالب 7، يبقى هو ده تحليل المقدار الثلاثي غير ايه؟ بسيط. تمام. احنا انا متفقه معاكم اتفاق، قلنا من الفيديو اللي عرضناه الحصه اللي فاتت، قلنا دايما يبقى عندي قوه ملاحظه قبل ما احلل المقدار مترتب حسب اسس س تنازليا او ص او ع. في عامل مشترك اطلعه، ده في اقواس افكها، ده قبل عمليه التحليل. طبعا المقدار مترتب حسب س تربيع حسب اسس س تنازلي، س اس 2 س اس 1، هنا مفيش س يعني س اس 6. مفيش عامل مشترك لان ال 47 عدد اولي ما لا يقبل القسمة الا على نفسه. طب نشتغل عادي زي ما اشتغلنا، هنخلص من الست نوديها عند 63 ايه؟ مضروب، هنبقى س تربيع ناقص 47 س ص تنزل زي ما هي ناقص، هضرب 6 في 63 ضرب عادي، 3 في 6 ب 18 8 ومعانا الواحد، 6 في 6 ب 36 و1 37 ص اس 2. بقى مقدار ثلاثي بسيط، حل بسيط. هتقولوا لي س تربيع، سامعاكم بتقولوا لي هي عباره عن س ضرب س. ال 387 يا ولاد عايزه عددين، حاصل ضربهم 387 والفرق، ليه قلت الفرق؟ هنا كنت كل مره اقول لكم المجموع عشان اشاره الحد الاخير كانت ايه؟ موجب. لو اشاره الحد الاخير سالب هتقولوا عددين حاصل ضربهم 378 والفرق بينهم 47. طبعا 54 في 7 و54 ناقص 7 هيديني 47، بس هنا في ص تربيع عادي تبقى 54 ص في 7 ص. تتبقى معايا الاشارات، لو اشاره الحد الثالث سالبه القوسين مختلفين في الاشاره، بس الرقم الكبير ياخد اشاره الحد الاوسط، الرقم الكبير 54 هياخد اشاره الاوسط اللي هي سالب، والاخر يبقى القوس الاخر يبقى موجب. التحليل خلص؟ لا طبعا. انا كده حللت المقدار ده، انا لسه عايزه ارجع للاساس. زي ما ضربت في 6 هرجع اقسم كل القوس من دول على 6. س ناقص 54 على 6 ص، وس زائد 7 على 6 ص. طبعا سامعاكم بتقولي لي 54 تقبل القسمة على 6 فيها 9 ص، والسبعة لا تقبل على الستة. طب هتعملوا ايه؟ اودي الستة جنب س، هتبقى 6 س زائد 7 ص، وانا علمتكم ازاي تتأكدوا حتى من الوسطين حاصل ضربهم 9 في 6 سالب 54 س ص. الطرفين 7 س 7 ص في 1 س ب 7 س ص، اطرحوهم من بعض هيطلع الفرق 47، ويبقى انا كده اشتغلت صح. طب عايزه بقى مثال اخر، ادي ست هنا المقدار الثلاثي 6 س تربيع ناقص 11 س زائد 3. سامعاكم كلكم بتقولوا لي يلا ودي السته عند الثلاثه بالضرب، هيبقى س تربيع ناقص 11 س زائد 3، ده مقدار زائد 18 يا ولاد. تاني هيبقى من هنا س تربيع ناقص 11 س و6 في 3 ب 18. بقى مقدار ثلاثي بسيط، واحنا خدنا تمارين كتير عليه ازاي نحلل قوسين س تربيع س ضرب س ال 18. في حاجات كتير تديني 18، بس مين اللي عددين حاصل ضربهم 18 ومجموعهم 11؟ سامعاكم بتقولوا لي 2 في 9، تمام الله ينور. فاضل الاشارات، لما تشوفوا الموجب دي تفرحوا قوي، لما تكون اشاره الحد الاخير موجب يبقوا القوسين شبه بعض في الاشاره وياخدوا نفس اشاره الحد الاوسط. خلص؟ لا طبعا. انا انت ضربتي بكام؟ ضربت في 6، زي ما انا ضربت في 6 ارجع اقسم على 6 تبقى س ناقص 2 على 6، وخلي بالكم من المساله دي شويه، وس ناقص 9 على 6. هتقولوا لي الاثنين ما تقبلش على 6، لا الاثنين تقبل على 6 بالبص، هتبقى س ناقص 2 على 6 فيها الثلث، وس ناقص 9 على 6 فيها 3 على 2. دي كده
الواحد ده يقبل القسم على التلاتة. خلاص في الحالة دي بقى نودي التلاتة جنب مين؟ جنب السين. هنا هتبقى تلاتة سين ناقص واحد، والتلاتة بقى تقبل على الاتنين، يبقى الاتنين تيجي هنا، واتنين سين ناقص تلاتة. ولو اتأكدتوا تلاتة في اتنين بستة سين تربيع، وسالب واحد في سالب تلاتة بموجب تلاتة، فاضل الوسطين والطرفين. الوسطين سالب 2 س والطرفين سالب 9، وسالب 2 زائد سالب 9 هيديني سالب 11، وابقى انا اتاكدت ان انا محلله صح. مثال تاني، 3 ص تربيع زائد 7 ص ناقص 6 تمام. زي ما اتفقنا هنحوله من غير بسيط لبسيط. ازاي؟ نمشي الثلاثه نوديها عند السته، هتبقى ص تربيع زائد 7 ص ناقص 3 في 6 ب 18. هنا عايز عددين اضربهم يديني 18، طب اطرحهم ولا اجمعهم؟ لا، الفرق بينهم يعني تطرحيهم يديكي 7. طب تعالوا نشوف كده، ص تربيع عباره عن ص ضرب ص. ال 18 9 في 2، لو طرحت 9 ناقص 2 يديني 7. طب مين اللي تاخد موجب ومين اللي تاخد سالب؟ الرقم الكبير ياخد اشاره الاوسط وده هيبقى سالب. خلصت؟ لا طبعا، انا زي ما ضربت في 3 هرجع اقسم على 3. ص سالب 9 على 3 وص ناقص 2 على 3. ال 9 على 3 تقبل؟ اه تقبل. 9 على 3 فيها 3. ال 3 هنا 2 على 3 لا تقبل، تجيب 3 هنا جنب الص، هتبقى 3 ص ناقص 2. وانا عملت لكم ازاي تتاكدوا ان وترجعوا حاصل ضرب القوسين دول للمقدار الثلاثي ده، لو هتلاقوه هو هو بالظبط. هناخد سؤال تاني، 10 ا تربيع زائد 11 ا ب ناقص 18 ب تربيع. هنمشي مين؟ هنمشي الرقم اللي قدام ا تربيع، يروح عند ال 18 بالضرب ألف تربيع زائد 11 ألف ب نزلت تنزل زي ما هي، 10 في 18 ب 180 ب تربيع. بقى مقدار ثلاثي بسيط، نبدأ نحلل تمام. قوسين ألف تربيع دي ألف ضرب ألف، ال 180 في حاجات كتير قوي تديني 180، المهم إن يبقى الفرق بينهم كام؟ 11. عندكم ايه اللي يديني 180؟ 20 في 9، 2 في 9 ب 18 والصفر ينزل، يبقى 20 في 9 ب 180. طب 20 ناقص 9 11؟ اه. فاضل ب تربيع، دي عباره عن ب ضرب ب، يبقى 180 ب تربيع عباره عن 20 ب في 9 ب. اشاره الكبير اتفقنا تاخد نفس اشاره النص موجب ودي سالب. طيب خلصت؟ لا طبعا، زي ما انت ضربتي في 10 ارجعي اقسمي على كام؟ على 10، 20 على 10 و الف ناقص 9 هي كمان على 10 كام؟ 20 على 10 فيها ال 2 ادي 2 ب، 9 لا تقبل القسم على 10 تروح واخدين ال 10 كاتبينها جنب الف، هتبقى 10 الف ناقص 9 ب. ولو اتاكدنا كده 20 الف ب بالموجب، وسالب 9 20 ناقص 9 يديني 11. وبكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص، وانتظرونا في فيديو آخر، وإلى اللقاء.